مرحبا، اليوم حنتكلموا على أهم المشاكل النفسية اللي تواجه الأم خلال فترتها. طبعا عندنا فيه الكثير من الحالات النفسية اللي جن بها الأمهات، بس فيه ثلاثة أشياء أو ثلاثة حالات شائعة جدا، اللي هي التوتر أثناء الحمل أو التوتر ما بعد الولادة، التوتر أو التوتر الناتج من صدمة الولادة، والأخير اللي هو اكتئاب ما بعد الولادة. خلونا نتكلم عليهم على كل حالة بشوية. التوتر في فترة الحمل، غالباً الأمهات يمروا بالتوتر بسبب تقلبات الهرمونات في بداية الحمل، وأغلب الأعراض التوتر هذه نشوفها في بداية الحمل أي في أول 3 شهور. فعادة تكون الأم مثلاً ما ترقدش كويس، تفكر هلبة، تحس إنها متضايقة من داخل، مش قادرة تفهم مشاعرها بالضبط، مش قادرة تتعامل مع المحيط اللي حواليها بطريقة زي ما كانت تتعامل قبل، فتلاحظ إن عليها توتر عالي جداً، والتوتر هذا مش لشيء أكثر من إنها صايرة في داخلها تغيرات فسيولوجية تضغط أو تخلي جسمها في حالة توتر. في حاجة تانية اللي هي التوتر ما بعد صدمة الولادة. طبعاً التوتر ما بعد صدمة الولادة أعراضها تشبه هلبة زي أي أعراض لأي صدمة ممكن يواجهها الإنسان، بس الأمهات اللي عاد يمروا بحالة ولادة صعبة أو أثناء أو بحالة وضع صعبة تصير عندهم حالة من التوتر، فتبدأ الأم تخاف مثلاً من الموت بشكل غير مبرر، تلقاها مثلاً إن هي تخاف من الموت، وتبدأ تجيها أفكار وسواسية، تخاف على طفلها إن هو ممكن يصير لها شيء، تخاف على أطفالها حتى لو كان مش طفلها اللي ولدت، أطفالها التانين، فيبدأ عندها الخوف غير مبرر، ويبدأ عندها أفكار، نوع من الأفكار الوسواسية. الحالة الثالثة واللي تعتبر أكثر شيوعاً اللي هي اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة يعتبر من أهم الحالات اللي مفروض كل النساء تعرف عليه، لأن للأسف هلبة ناس ما تعرفش عليه. اكتئاب ما بعد الولادة أعراضها تكون أعراض اكتئاب، حالة اكتئاب، فتلقى الأم مثلاً ما عندهاش نية إنها تتحرك، ما عندهاش نية إنها تهتم بطفلها، إنها ترضعه، إنها تغير له، ما عندهاش نية حتى تتواصل مع المحيط اللي حواليها ومع المجتمع اللي حواليها، والشيء هذا وحتى الأشياء اللي كانت تحبها وتدير فيها بمتعة معش تقدر، يعني حتى لما تديرها معش تحس بمتعتها زي قبل. فهنا نقولوا هذا ممكن يكونوا أعراض اكتئاب. الأعراض هي ممكن تبدأ من أثناء فترة الحمل، خصوصا في الشهور الأخيرة، ومرات تبدأ مع أول أسبوع ما بعد الولادة. كونك كأم أو أني كأم أو كأنثى نسمع في الكلام هذا، كيف نقدر نساعد نفسي أو نساعد غيري لو لاحظت الأعراض هي؟ لما أي إنسان أو أي أنثى تلاحظ على نفسها أعراض إنها هي تحس إنها هي فعلاً دت في حالة اكتئاب أو ظهر عليها أعراض اكتئاب، فأهم نقطة إنها لازم تتأكد إن طلب المساعدة مش غلط، بالعكس، فإنك أنت تتجهي لأخصائي نفسي أو طبيب نفسي يساعدك في فهم في الحالة الشعورية، هذا حيخفف من الضغط ومن الاكتئاب اللي في داخلك. دائما نقول ان الصحة النفسية هي مسؤولية الشخص نفسه، فانت لازم تتحملي مسؤولية نفسك ولازم تهتمي بنفسك، لان اهتمامك بنفسك حيعطيك ادراك اعلى ووعي اعلى انك تهتمي بالناس اللي حواليك او باطفالك والناس اللي تحبيهم. لو احنا اخذنا بس بشكل سريع وتكلمنا او ركزنا على حالات الاكتئاب هنا في ليبيا، في الغالب بصراحة ما لقيتش دراسات واضحة على موضوع الاكتئاب، بس في دراسة في 2009 صارت ودراها على 100 امرأة في مستشفى طرابلس المركزي، لقوا ان 42% من النساء ما عندهمش اكتئاب ما بعد الولادة، 15% من 100 هذول 15% منهم كان عندهم ميول انه يصير لهم اكتئاب ما بعد الولادة، و 42% للأسف تم تشخيصهم بمرض اكتئاب ما بعد الولادة. لذلك آخر شيء أو أهم نقطة أني نحب نوصلها خلال الفقرة هذه لكل النساء، أن هم يهتموا بموضوع المشاعر أكثر، بالحالة النفسية أكثر، ويثقفوا نفسهم أكثر على موضوع اكتئاب ما بعد الولادة، بحيث أنها تساعدي نفسك لو كنت أنت لا قدر الله مصابة به، أو كان حد من الناس القريبة منك مصابة به. فالوعي والإدراك بالحالة هذه بمشاعرك حيعطيك أهم ركن أنك أنت تحافظي على صحتك النفسية.